فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الحامل إذا سقط جنينها وعمره شهران، هل يمنع ذلك صلاة المرأة إلى أن ينقطع الدم الذي نزل منها؟ إذا كان عمره 81 يوم، يعني شهرين وعشرين يوم، فحينئذ الدم هذا نفاس. إذا كان دون 81 يوم فالدم هذا دم نزيف، ما تترك الصلاة من أجله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.